من شوية سنين فاتوا الموضوع كان مجرد حكاية مسلية في أفلام الخيال العلمي، ممكن منا اللي يصدقها وممكن نلاقي اللي يشوفها تخاريف وأحلام استحالة تحصل أو تتحقق في يوم من الأيام. لكن النهاردة كل اللي كنا بنشوفه خيال علمي في أفلام هوليوود بقى أمر واقع بنعيشه، وبقى الذكاء الاصطناعي حقيقة محدش يقدر ينكرها، بقى حقيقة ممكن لحد دلوقتي عقولنا مش قادرة تستوعب كل تفاصيلها ولا فوائدها ولا خطورتها علينا. الذكاء الاصطناعي ما بقاش بس هو برامج الصور والمونتاج اللي بتستخدمهم على تليفونك علشان تعمل صورة حلوة أو ريل يجيب مشاهدات كتير ويخليك ترند، لكنه بقى عالم جوه العالم، حياة جوه الحياة، للدرجة اللي خلت ناس كتير من المشاهير المتخصصين في مجال التكنولوجيا وفي مقدمتهم إيلون ماسك يحذر منه ويقول إنه بيمثل خطورة حقيقية على البشر. مش بس كده، ده كمان قال إنه ندمان إنه شارك في تأسيس واحدة من أهم شركات الذكاء الاصطناعي. وطبعاً الكلام ده خلى كتير من الإشاعات تنتشر وتكبر وتنشر الخوف والرعب بين الناس، خصوصاً مع التأكيد على إنه الذكاء الاصطناعي هيكون سبب رئيسي في إن ناس كتير تقعد في بيوتها، وإنه هيقدر يحل محل الإنسان في كتير من الوظائف، وده اللي هيخلي شركات كتير تستغنى عن العنصر البشري وتستبدله بالذكاء الاصطناعي. وفي وسط كل ده بيفضل سؤال مهم جداً ملهوش إجابة لحد دلوقتي، هل الذكاء الاصطناعي نعمة للبشر ولا نقمة عليهم؟